طيب العائلة لو يعني نقدر نقوله هم أحد الأسباب الرئيسية اللي خلاتك في ستار أكاديمي شوية متردد وانسحبت، ولا لا؟ ولا مش هم السبب؟ انسحابي كان له نسبة 50% تأثيرا من العائلة. ليش عمار؟ لأن لما وصلت وبدأ يعرض البرنامج كل الطلبة كانوا يتصلوا بأهلهم وأصدقاء. أنا ما كان تواصل بيني وبين الأسرة، يعني الأسبوعين أو 3 أسابيع الأولاد كانوا وكأن يتفرجوا علي ويشوفوا في شنو الغلط اللي حيصير، يعني واحد كأنه يتفرج وشاد إيده على قلبه. فبعد أسبوعين أو 3 تقريبا اكتشفوا أنه فعلا ما في برنامج محترم، برنامج ما فيه شيء خادش يعني إيه. لكن المشكلة 3 أسابيع الأولى عمار قضيتها بكينة نبكي بس. صح، وكان واضح جدا أنك أنت في مشكلة أو في شيء نفسي. نقولهم عطيني نكلم حد من الأسرة، يعني شوفوني نبعيد. وصلت لمرحله نقول لهم انا ما عادش نكلم ولا حتى بنت معانا في الدار، يعني خلوني اياهم قاعد ونغني يعني لو هذه النقطه اللي صعبه عندنا احنا. طيب بعد 3 أسابيع شني كلموك ومشت الامور كويس؟ لا كويس، بدت في بوادر، اتصلت رد علي اخوي، بعدها كلمت الوالده كلمت الوالد. فهذيك الفتره استريحت شويه، واستمرت بعدها تقريبا شهر واسبوع، وجدت مرحله الانسحاب النهائي اللي قررت اني انا ما عادش نقعد في الاكاديميه.